لم يحب محمد حسنين هيكل أي لقب مما أطلق عليه سوى الجورنالجي، فقد وهب عمره وحياته للصحافة، فوهبته مكانة خاصة جعلته واحداً من أهم الصحفيين في العالم. بدأ هيكل حياته الصحفية عام 1942 محرراً في جريدة إيجيبشن جازيت، وتنوعت الموضوعات التي كتب فيها بين الحوادث والتحقيقات. وخلال فترة الأربعينيات عمل في مجلة روزال يوسف، ثم ذهب إلى آخر ساعة والتقى بالكاتب الكبير محمد التبعي، وتدرج في المناصب داخل المجلة حتى صار رئيساً لتحريرها. وخلال سنوات عمله الأولى قدم هيكل العديد من التحقيقات التي جعلته محط أنظار من الجميع، ومن بينها تحقيقاته عن خط الصعيد وعن إحدى القرى التي انتشر فيها وباء الكوليرا، وحصل على جائزة أفضل محرر صحفي بفضل تلك التحقيقات. انتقل هيكل للعمل في أخبار اليوم وحقق نجاحات كبيرة، لكن شهرته ونجوميته ظهرت حين اختارته أسرة بشارة وسليم تقلى ليكون رئيساً لتحرير الأهرام في أغسطس عام 1957. ولم يكن هيكل قد أتم عامه الرابع بعد 30 حينها، لكنه صنع من الأهرام نسخة جديدة، والأهرام أيضاً صنعت اسمه، فكلاهما كان بحاجة إلى الآخر. هو كان يريد أن يكون رئيساً لتحرير صحيفة كبرى، والجريدة كانت تريد رئيس تحرير مختلفاً يعرف طبيعة العصر ولديه مصادر نافذة. وقد التقيا، فأحدث هيكل نقلة كبرى في توزيع الجريدة، فبعد أن كانت توزع 60,000 نسخة صارت تقارب النصف مليون، واستعادت الأهرام معه شبابها رغم أن عمرها كان 77 عاماً، وصارت مؤسسة عملاقة تناطح كبرى الصحف في العالم، وأصبحت أخبارها مصدراً للصحف الأجنبية لمعرفة ما يجري في مصر.